يوسف، يوسف. يوسف مين؟ شو قصدك انتي؟ يعني بتعرفي شي خبر عن السيد يوسف؟ إيفسون؟ احكي يا بنت، شبه؟ ليش تغير وشي؟ يلا بقى خبرينا شو بتعرفي؟ لك شو بلعتي لسانك انتي؟ خلصنا بقى يا ساكنة، حلي عنا. بلشتي زخ أسئلة فوق راسها، صرعتيها أسئلة وما عاد عرفت البنت شو بدها تحكي. شو صار لك أنتِ؟ شو صار لك؟ شو بتستفيدي من كل هالأسئلة هي بالله؟ لك سألناها مين هذا يوسف، ليش هيك عصبتي؟ فهميني. والله مو مطولة أنا لصير مجنونة بسبب أسئلتك واستفساراتك يلي نحن ما بنستفيد منها أبداً. مثلاً إياس عنده ابن عم اسمه يوسف، يمكن يكون هو يلي اتصل، مو هيك يا بنت؟ يلا قوموا، خلصنا أكل نحن، قوموا، ضبوا يلا. لك نورهان اهدي شبك، يعني والله عيب تحكي معنا هيك. قلتي لي عيب؟ قوموا اطلعوا من بيتي، يلا روحوا من هون، والله كل الحق عليكي أنتِ، ما حدا غيرك عم يعصبني ويطالع لي خلقي. قوموا، يلا قوموا من خلقتي، يلا روحوا، لا تخلوني أشوف خلقتكم المسا. الله يسامحك يا أختي، نحن بشغلتنا. ما غلطوا بشي، أنا معصبة ومو طايقة أشوف حدا، حابة ضل لحالي. يلا امشي يا بنت، امشي يلا. بكفي يلا. بقى ولو. استغفر الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أمي، مين هاد يلي حكى معك؟ قولي لشوف. هاد يوسف، هو هيك حكى، قال لي أنا يوسف، هو قال لي إنه أنا لساتني عايش. استغفر الله رب العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. نحن منستاهل يصير فينا هيك، بتعرفي شو رح يصير فينا لسه؟ والله رح نتبهدل أكتر من إلياس هيك. انت ليش عم تصب الزيت فوق النار وتزيد علينا؟ آخرتنا رح تكون بالسجن، رح نمضي بقية حياتنا هنيك ونحن ندمانين على اللي عملناه. استغفر الله العظيم يا إلياس، اهدى شوي، انت طول بالك، خلينا نفكر شوي. لوين؟ على جهنم الحمراء يا نورهان، رايح على جهنم الحمراء. إيفسون، إيفسون، إيفسون. أنا بدي أحفر هون، رح أحفر، مو مصدقة أبداً إنه هاد الزلمة مات. إيفسون، أنتوا كذبتوا علي، عندكم أي دليل إنه دفنتوا الزلمة هون؟ آه؟ شو قولي لي؟ أنا بدي أحفر بس مشان أتأكد، بدي أشوف بعيني. هو بعده ما مات. قولي الحقيقة أمي، أنتوا دفنتوا لها الزلمة؟ إيفسون، والله العظيم دفنها. يا بنتي في شي مرة أنا كذبت؟ هي الحقيقة يا بنتي صدقيني. أبوك هو يلي حفر ودفن الزلمة، وإنتي شفتي وأكيد بعدك متذكرة وما نسيتي شو صار بهديك الليلة. يلا يا بنتي اتركي هاد من إيدك وتعي. معقول بدك تحفري هون بنص نهار؟ أكيد هالشي مو صح. يلا امشي، تعي يا إيفسون، يلا. Thank you.
الله يخليك يا ليلي، شوفي تعطلي تراب أمي. رؤي يا بنتي رؤي، انسي حبيبتي خلاص، شي مضى وراح خلاص، لا تضلي عم تبكي هيك، بفديكي بروحي وعمري يا حبيبتي، أنا ما رح أتركك لحالك، أنا رح لاقي حل، بس انتي لا تبكي، دموعك هدول أنا ما بحب شوفهم أبداً. تعرفي إنه أنا بحرق كل الدنيا من شانك وما شوفك عم تبكي، انتي بتعرفي يا يفسون، لازم نصبر، بدنا نهدى يا أمي ونصبر شوي، ما قلنا غير الصبر. ست نورهان؟ خير فيك شي؟ إفسون صاير معه شي؟ لا ما في شي أبدا من يلي ببالك، بس بدي أخذ رأيك بشغلة مهمة مشان إفسون إذا أنت فاضية. ما عندي شي، تفضلي. شكرا. تفضلي يلا. لا خلينا نقعد هون، ما بدي ازعجك. طيب ارتاح. خدي هاد بيزا، امسكي. هوليا، شو قالكن الدكتور؟ صاير شي جديد بخصوص الست اسماء؟ الوضع سيء، عم بيكفوا لها الفحوصات، بس انتي كمان لازم تعرفي انه خلص صارت باخر وقت. يا الله دخيلك يا الله، زعلتيني كتير. عاصم هلأ كتير رح يتعب. لو بتموت ببيتها. ما عم بحكي شي غلط شبه، مشان يشوفوها أولادها. أنت بتعرفي شو رح يصير فيهم إذا ماتت بلا ما يشوفوها؟ تعي. صحة وعوافي. عقلبك عقلبك. ماما قليلي، بابا وستي ليش ما أجوا لهون لسه؟ بعدهم لهلأ بالمشفى، بس أكيد رح يجوا. تمام. صحتين أمي، عوافي يا روحي. أوه ما شاء الله كل العيلة موجودة هون اليوم. أنت شو لسه في ببالكن بدكن تعملوه؟ آه شو رح تعملوا هالمرة؟ احكوا بوشي احسن، احسن ما تضلوا هيك عم تتهمسوا علي على الفطور وانتوا قاعدين. يعني اذا عاملي شي تعالوا احكوا بوشي. ها إفسون، بدي اسالك شو كان صاير معك الصبح؟ كنتي عم تركضي وتفركشتي بحجر، في حدا كان وراكي وانتي هربتي منه؟ بدي قلك إنه هاي أموري أنا وإنتي ما دخلك فيها. طلعي فيني، سكري لي تمك، أحسن ما أنا سكر لك إياها. إيه تعالوا سكر لي يا أماني، الله يوفقك. تعال. بكفي، خلصنا بقى. إنتي شو اللي صاير معك من الصبح بكير؟ شو اللي بدك تقولي؟ احكي وخلصينا. والله أنا ما بهمني غير إنتو، يعني ما عندي شي بالحياة غيركم. أنا مخنوقة منكم على فكرة، ما عاد فيني أتحملكم أبداً. تركوني بحالي بقى، لأنه أنا تعبت كتير منكم ومن هالعيشة معكم. خلصنا، حلوا عني بقى. لسا حاطين إفسون براسكم وما بدكم تتهنى بحياتي أبداً. إذا ما تركتوني بحالي ساعتها رح ورجيكم. إيه خلصي بقى، بكفي عياط. طلعي فيني، هي آخر مرة بسمح لك فيها إنك تشبهيني بحدا. أنا بعرف كتير منيح كيف أنت بتفكري، ما رح طول بالي عليكي كتير وبتعرفي شو رح أعمل فيكي، لهيك أنا عم نبهك هلا. وشو اللي بتعرفه أنت؟ آه شو هو؟ ليكني واقفة قدامك، خبرني شو بتعرف. لا تقلقي، لأنه كل شي بوقته حلو. إن شاء الله بيصير خير، إن شاء الله رح أعرف.
وقف، تعال معي، اتركها. أصلاً مدري شو صاير لها، صايرة بلا مخ. بتشوف شهرين إن شاء الله ورح تصير بمشفى المجانين. طمن أنت ولا تضل معصب، تعال. يا ست هاسريت، يفسون بورطة كبيرة هلأ. لا تخوفيني، قوليلي شو صاير. يلي صار إنه إيفسون أخذت مصاري من أبوه محمد مشان تشتري بيت ومحل إليك. إيه أنا بعرف، وحكيت مع إيفسون بالموضوع، واليوم حرجع المصاري لأبوه. بس المصاري انصرف وما ضل منهم شيء. كيف يعني انصرفوا ست نورهان؟ كيف؟ والله يلي صار هو إنه بنتي يلي قلبها طيب أخذت المصاري وراحت، وهي كانت حابة كتير إنه تعمل لك مفاجأة، وبلشت تتفرج على البيوت وضلت فترة رايحة وجاية، وبعدين شافها واحد بيكون وكيل عقارات وقالت له عم أدور على بيت مشان اشتري لأمي. قام أخذها ورجاها على بيت كتير حلو قدامه في حديقة وإطلالته كتير حلوة. هي حبت البيت كتير وقالت أمي رح تحبه كتير، مزو أو ما بتختار غير الشغلات الحلوة وأكيد رح يعجبها. وبلش الزلمة يلعب لها بأعصابها وقال لها في عالم كتير بيعجبها هالبيت، ومنشان ما يروح من إيدك لازم تدفعي رعبون وبعدين بتكملي باقي المبلغ. ضحك عليها ووقع على العقد وأخذ كل المصاري اللي معها. شو عم تقولي أنت؟ معقول عطتها المصاري اللي كانوا معها ومن دون ما تاخد وصل بالمبلغ المدفوع؟ إيه ما أخذت شي والله، أصلاً هي ما بتعرف أبداً بهالأمور. البنت خايفة كتير، كل الوقت عم تبكي وما عم تطلع من البيت، ونحنا صار لنا شي أسبوع عم ندور على هالزلمة ووصلنا على اسطنبول، بس نحنا مثل يلي عم يدور على إبرة بكومة قش. والله ما بعرف شو أقول لك، وما بعرف وين اختفى هالحرامي. إن شاء الله يوقع بإيدي لورجي لها. هي البنت ليش عم تتصرف من راسها وما عم تخبرني بشي؟ ليش أنتي وخليتيها تروح وتجي وتعمل شو ما بدها؟ معقول هي تتصرف بهالشكل؟ أنا رح حاكي محمد وهو بلاقي حل. أوعك، انتبهي منيح يا هاسريت، لا تخلي محمد يتدخل بالموضوع. معقول إيفسون ما خبرتك عن الوضع يلي بالقصر وشو رح يعملوا فيها إذا عرفوا؟ كلهم بيكرهوها، أكتر شي بيحبوه بحياتهم هو المصاري، ومحمد مثلهم، بعدين بيقلعوه من القصر. مو معقول هذا الشي ست نورهان، مستحيل أبوها يعمل هيك. إيه هو أبوها، بس أنتِ ما بتعرفي شي أبداً عن الأشرار يلي بالبيت. هن اللي بيعملوا يلي بدهم إياه وبيألفوا حكي وبيحرضوه كثير وبيضلوا وراه وقدرانين يخلوه يترضى من البيت. أهم شي عندهم المصاري. طبعاً أنت بتعرفي كتير منيح. آخ منكن يا نورهان، آخ شو بدنا نعمل هلأ؟ والله كل الحق علي أنا ست هاسريت، وشوفي أنا أجيت لعندك دغري مشان تقليلي شو أعمل. أنا هلأ بدي أشتغل بالتنظيف وتعزيل البيوت منشان سدد الدين اللي صار علينا. لا تحكي هيك ست نورهان، خلاص أنا بحل الموضوع، اطمني. عن جد؟ شكراً إليك.
أوه، عن شو عم يحكوا هدول؟ إيه أمي؟ إيش سون؟ بنتي أنا هلأ طلعت من بيت الست هاسريت. لو تعرفي شو عملت فيها أنا، ضحكت عليها والله. حكيت لها عن صاحب المكتب العقاري وقلت لها إنه هو يلي خدعك وضحك عليك وأخذ منك المصاري، وهي دغري صدقتني. عن جد هي صدقتك؟ والله مجنونة. خبريني أنت شو عملتي بالقصر؟ لا تسأليني أبداً أمي، الأمور مو منيحة بنو. ليش شو صار؟ حد أرضى ابنه لهوليا مو طبيعي. شو حيوان؟ كل المشاكل اللي هون من تحت راسه، ومن الصبح قاعد عم بيهددني وقلي بعرف كل شي عنك ومن هالحكي، وتخانقت أنا وياه ويرجع يقلي أنا رح أكشفك وخلي الكل يعرفك على حقيقتك. معقول نحن ما انتبهنا له أمي وما شكينا فيه أبداً؟ ومن شوي شفته برا هو وبيزا كانوا بالحديقة عم بيطقوا حلك سوا. انتبهي يا بنتي، لا تشغلي لي بالي. لا لا أمي أنت ما تخافي، خلص طمني حبيبي. إيه ليكي أنت خبريني كل شي بيصير معك، لا تنسي. لا ما رح أنسى أمي. أوف. هاتي خبز هاتي. سلامة قلبك، خدي خالتي لازم تشربي مي بسرعة. يلا أكيد تشردقت وهي عم تشرب الشوربة أكيد. بهيك حالة لازم الشخص يرفع راسه لفوق بعد ما يشرب مي. شكرا بنتي. صحة وعافية. أردا وين وليش ما أجي على الأكل؟ أردا من شوي حكى معي، حسيت إنه في شي صاير معه بس ما عرفت شو بالضبط. إن شاء الله يكون خير. وقت يجي منعرف. أهلين حبيبي. خالي لازم نحكي شوي. عم اسمعك. لا مو هون، يفضل إنه نكون لحالنا. ليش شو صاير ابني؟ رح تعرفوا كل شي بالوقت المناسب يا أمي. ممكن تقوم نحكي؟ انتوا كفوا اكل. انت ليش ما عم تصدقني يا خالي؟ هي هي الحقيقه، وانا عندي وثائق وادله بجيب لك اياهم اذا بتحب. كل اللي حكيت لك اياه كذب، وهذا الشيء كانت عم تفكر فيه من زمان. مصرياتك اهم شيء عندها. كيف صار هالشيء؟ انا رح اثبت لك كل شيء يا خالي. شو موقفك هون؟ عم تتسمعي شو عم يحكوا؟ ما بستغرب أبداً تعملي هيك، هذا هو تفكيري. أنتي غلطانة، ليش لحتى أتسمع؟ يا ربي دخيلك. أنا عم أستنى بابا، في شي مهم صاير معي ولازم خبره إياه، وما كنت عرفانة إنه هنن قاعدين بهي الغرفة مشان يحكوا، وأنا كنت مرأة بالصدفة من هون. أفسون، بآخر فترة أحوالك مو عجبتني، حسستك تعبانة مو؟ يا ترى إذا أخذناكي على دكتور منعرف شبك؟ ناخدك لعند دكتور نفسي مثلاً؟ شو رأيك أنتي؟ لازم ما نتأخر أكتر من هيك. بس والله أنتوا تأخرتوا كتير عمتي، وما عاد تلحقوا تعملوا لي شي أبداً. أنا صرت مجنونة. ليك أنتي لازم تضلي بعيدة عني، يعني أحسن لك إنه ما تقربي علي أبداً. الله يلعنك، شو أعمل؟ لازم أعرف شو بدي أتصرف، شو عم بيحاول يعمل هذا المجنون؟
بابا فينا نحكي شوي أنا وياك؟ أجليها لغير وقت يا إفسون. صاير شي مزعوج منه أنت؟ كل الأخبار اللي عم بسمعها هالفترة عم تكون كتير مزعجة. أنا كتير مزعوج. أردا هو اللي زعجك ما هيك؟ وأردا كمان في حق عليه. فينا نأجل الحكي لبعدين. إفسون، أبوكي جوا بالغرفة؟ إيه جوا. وأنتي كمان رايحة تخبري لبابا شو عملت معكم اليوم الصبح. أنتي شو عم يصير معك؟ ليش عم تفكري بهالطريقة هي؟ غريبة. طبيعي يفكر بهي الطريقة، تصرفاتكم هي السبب. محمد، شو رأيك تقوم تشرب معي قهوة على البرندة؟ مو جاي على بالي أبداً أنه أشرب قهوة لا هون ولا على البرندة. كأنك مزعوج كتير، فيني أعرف مين اللي زعجك هالقد؟ أنا ما بدي شي هلأ غير ضل لحالي شوي إذا ممكن. ماشي.